السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضروا المحنشة ديال الكاوكاو اللي كتجي رائعة وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، وقبل ما نمر لطريقة التحضير اللي بقى ما شاركتش معايا في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. فبالنسبه للطريقه والمقادير، اول حاجه عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو بعد ما حمرته في الفران وحيت له القشره ديالو. هنا كنطحنه وهو مازال سخون، كنطحنه مزيان الطحنه الاولى. وهنايا من بعد ما طحنتو دابا كنضيف عليها 400 غرام ديال السكر سنيده، وكنرجع كنطحنو مزيان حتى كيتعلق، حتى كنحصل على العقده ديال الكاوكاو اللي كتكون رطبه. وهنايا من بعد ما طحنت الكاوكاو مزيان حتى كنحصل على الكاوكاو اللي كيكون رطب على هذا الشكل هذا، دابا كنسمو. فانا هنايا كناخذ واحد شويه ديال الفاني، فهذا كيبقى الاختيار، يعني يمكن لكم ما تضيفوه شي. وهنايا غنضيف واحد شويه ديال القرفه، وفي الاخير كنجمع العجينه ديال الكاوكاو، كنعجنها بالزبده مذوبه. هنايا من بعد ما ذوبت الزبده، بالنسبه للزبده كنذوبها وكنخليها حتى كتبرد واحد شويه، عاد كنستعملها، ما كنستعملها شويه مازال سخونه. وهنايا كنبقى نخلط حتى كنحصل على العقده ديال الكاوكاو اللي هتجيني سهله في الخدمه ديالها. وهنايا من بعد ما ساليت كنحصل على العقده ديال الكاوكاو اللي كتكون رطبه على هذا الشكل هذا، واللي هتجيني سهله في الخدمه ديالها. هنايا كنبقى ناخذ شويه وكنحربل على هذا الشكل اللي هتشوفوا معايا، كنبقى نحربل وكنحتفظ بهم في واحد السينيه حتى كنكمل العقده ديال الكاوكاو كامله بنفس الطريقه. وهنايا من بعد ما وجدت العقده ديال الكاوكاو كنحتفظ بها. وهنايا كناخذ الورقه ديال الباستيله، ضروري خصها تكون طريه باش كتجيكم سهله في الخدمه ديالها وكتكون مدهونه بالزيت. هنايا كيف غنوريكم طريقه التقطيع ديالي، كيفاش كنقطع الورقه بالنسبه لهاد المحنشه هادي. فانا كناخذ الورقه كنقسمها على جوج كيف شفتوا معايا، وكنقطعها بالمقص. وهنايا من بعد ما قسمت الورقه على جوج على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، هنايا كناخذ الورقه كنعملوا الجهه الحرشه هي اللي كتكون فوق وكنحطها على هذا الشكل هذا. ودابا كناخذ العقده ديال الكاوكاو ديالي اللي سبق ليه حربلته، وكيف كتشوفوا معايا فالكاوكاو يعني عندي معلق ورطب. هيدا باش كتجيني محنشه من بعد ما كنطيبها كتجيني معلقه. وهنايا نلوي الورقه على هذا الشكل هذا، كنلوي الورقه ولكن بلا ما كنزير بزاف، باش ملي كنطيب المحنشه ديال الفران ما كترطقش. وكيف شفتوا فهي طريقه سهله. انا هنايا من بعد ما كنسالي بحال هذا الشكل هذا كنحطها فوق اللاطه بعد ما كتكون عندي مدهونه، ولكن دابا نزلها غير حدايا. وهنايا من بعد ما ساليت دابا كناخذ شويه ديال الزيت نباتيه، يمكن لكم تاخذوا شويه ديال الزيت مع شويه ديال الزبده مذوبه، وكندهنوا المحنشه مزيان على هذا الشكل هذا باش ملي كندخلوها الفران كتحمر مزيان وما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب. هنايا من بعد ما كنسالي مباشره كندخلها الفران بعد ما كنكون سخنت الفران على درجه الحراره 170 درجه، وكنخليها حتى كتحمر عاد كنخرجوا.
وهنايا من بعد ما طابت المحنشه كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره، وهنا كنخليوها حتى كتبرد واحد شويه باش كنقدروا نقطعوها. ودابا كنبدا نقطعها على شكل المحنشات الصغارين. ني بالنسبه للتقطيع فكيبقى اختيار ديالكم، اما كتقطعوها هيدا على شكل مائل او لا كتقطعوها على الشكل عادي، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. وانا هنايا نقطع المحنشه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. وهنايا من بعد ما ساليت من التقطيع ديال المحنشه، هنايا خديت العسل اللي سبق لي وحضرت فيديو خاص ان شاء الله نخليكم في اخر الفيديو طريقه التحضير ديالها. وهنايا كناخذ المحنشه اللي قطعتها كامله وكنغطسها في العسل وكنخليها تشرب العسل مزيان، من بعد كنصفيها وكنقدموها. وهنايا من بعد ما ساليت قدمت المحنشة عملتها في كويرطات وقدمتها على هذا الشكل هذا كيف شفتوا معايا. كيف شفتوا فهي الطريقة سهلة وبسيطة، وكتجي الصراحة كتجي رائعة وكتجي لذيذة بزاف، وكيجي ديك الكوكو كيجي معلك وشارب العسل. كنتمنى تجربوها، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقة اليوم. وإذا عجبتكم الحلقة اليوم ما تنساوش تعملوا الإعجاب، وأيضا تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الأصدقاء ديالكم. والآن خليكم على خير، السلام عليكم.